هذه الدورة ونحمد الله على سلامتهم وكل التحية لل الدين وتستمر طبعا فعاليات هذه الدورة من خلال تقديم العديد من الفرق الموسيقية والخمس الأوائل في هذا السباق. طبعا أضهان صاحب المهري طبعا أضهان مختار عبده ضيوفنا الكرام، شكرا على مساعدتنا على النظام. الآن نسلم الميكروفون للزميلة ماجدة دقة لمجتمع مدني واعي وفعال، كما عملنا على خلق بنية تحتية مناسبة تجعل من بيت مؤسسة قبلة للثقافة. لكن ما زال نادر كاكي لاكي 6 متر ونص على استضافة الكريم. Thank you.
نادي المهاري إنجارا، جمعية الهلال الأحمر فرع أوبال، فرقة جرمة للصنباني، فرقة جرمة للصنباني. تفضل على المنصة لاستلام جائزته. يتفضل الفارس سوقه لاستلام جائزته. مالك المهري طبعا محمد عاشور أبو بكر آدم من مكون التبو، وحقيقة في هذه الأثناء تحية للفارس حمزة ليتني والمتحصل على الترتيب الثالث من نادي تيندي، مالك المهري عبد العبيد عبد الله جبريل، وتحصل على صف مقدم طبعا من مؤسسة بوغال ليبل. الذين ساهموا في انشاء هذه الدورة دائما وابدا نترككم في الفرح الى ان نلتقي في مساحات اخرى من العطاء، ونرجو ان نكون قد وفقنا في هذه الدورة التي تتميز بالمشاركة في سالمية بين التب والطوارق العرب بمختلف الفرق الشعبية التي شاركتنا في هذا الاحتفال. كان ما جاء على مدار يومين ابتداء من مساء الأمس، كان هناك افتتاح وفعاليات للمهرجان، وأيضا كل الفرق المشاركة كانت تستعرض مساء الأمس. اليوم صباحا كان اليوم الكبير في سباق المهاري لمسافة 20 كيلومتر، حيث شاركوا أكثر من 20 فارس في هذا السباق، واختتم السباق عند تمام الساعة 11 بتكريم 5 فائزين في هذا السباق. وكان سباق شيق جدا جدا لمشاركة فرسان الجرهي والمطرون وأوباري وغات. هذه الدورة تنوعت كما قلت، وشاركت فيها فرسان سالبية، معارض التنمية التقليدية، معارض التبو والطوارق وأيضا العرب، زينة المهرجان، وكانت فقراته متنوعة كتنوع المجتمع الليبي.